اهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الخامس ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع بعضنا يا محترمين لسمان في كونسبت 1 2. اعطيني هنا يا اولاد كذا رسمه كده، وبيقول لي the picture above show different types of organisms، يعني الصور دي بتوضح انواع مختلفه من الكائنات. And the environment يعني دي غابة مثلا، ده بحر أو محيط. هنا عايز فهمنا إن هذه البيئات يا ولاد بتحتوي على كائنات حية ومواد غير حية. كائنات حية زي الأنيمالز أو الأسماك بيسموها living organisms، مواد غير حية زي التربة زي المية زي الصخور دي بيسموها non living things. والوسط ده يا ولاد اللي فيه الكائنات الحية والمواد الغير حية بيسموه ecosystem. بيسموه ايه؟ ecosystem. تعالوا نشوف مع بعض living organisms زي ايه. living organisms such as plants, animal and human. Non-living things الأشياء الغير حية such as air, water, rocks. فاهمين يا ولاد؟ يبقى أي وسط من الأوساط اللي احنا اتكلمنا عنها أو من البيئات اللي احنا شفناها لازم يكون فيها living organisms و non-living things، كائنات حية ومواد غير حية. والاتنين دول مع بعض، الحاجتين دول ها موجودين جوه هذه البيئة اللي بنسميها ايكو سيستم. طب يعني ايه يا مستر ايكو سيستم؟ نظام بيئي. طب ايه تعرفوا يا محترمين؟ النظام البيئي is an area منطقة أو community مجتمع that contains living organisms and non-living things. يبقى منطقة بتحتوي على كائنات حية مواد غير حية ذات interact with each other اللي بتتفاعل مع بعضها. يبقى لو جبنا أي منطقة يا أولاد فيها كائنات حية وفيها مواد غير حية بيتفاعلوا مع بعض، أوكي، ده بيكون حاجة اسمها إيه؟ ecosystem. يعني إيه بيتفاعلوا؟ يعني بيتم استخدام المواد الغير حية من قبل الكائنات الحية. يعني living organisms بتستخدم air بتستخدم ووتر بتستخدم روكس يبقى في هنا انتر اكشن اللي هي انتر اكت تفاعل. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. ذا انتر اكشن بتوين ديفرنت كومبوننتس، التداخل او التفاعل اللي موجود بين مكونات النظام البيئي ديبند اون بيعتمد على ذا فلو اوف انرجي، مسار الطاقة خلال هذه المكونات. ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. How does energy flow؟ ازاي الطاقة دي بتمر بتنتقل خلال الايكو سيستم؟ Energy flow او moves بتنتقل through an ecosystem from plant to animal. مش فاهم يا مصر؟ مش الحيوانات بتاكل النباتات؟ النباتات دي فيها طاقة، كأن الطاقة دي راحت للحيوانات. طب الانسان ما ممكن يتغذى على الحيوانات والنباتات، يبقى الإنسان اللي هو الهيومن جات له طاقة من الأنيمال والبلانتس. الطاقة اللي هي الغذاء اللي احنا ناكله ده يعتبر ايه؟ يعتبر طاقة كيميائية. فاهمين يا ولاد؟ طيب when living organisms die، الكائنات دي الحيوانات أكلت النباتات، طب الحيوانات دي لما تموت مش جواها طاقة؟ هذه الطاقة زير انرجي از ريتيرن تو ذا سويل، بترجع مرة أخرى إلى إيه؟ إلى قطة. اللي بعده طبعا دي بيقول ان ذيس كونسبت هندرس كذا كذا، نشوف مع بعض هندرس إيه. صفحة 64 هاو هوك جيت انرجي، هنا ضرب مثال لأحد الكائنات هوكس اللي هي الصقور. ازاي الصقور بتحصل على الطاقة؟ اكيد بتحصل على الطاقة من خلال الفود، الطعام اللي هي بتاكله. ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض، بس هنجرب مع بعضينا الاسئلة دي اللي هي true or false.
How can feed on rabbit and rats? A log can feed on rabbit and rats. ممكن الصقر يأكل أرانب أو فئران طبعا. How can feed on plant leaves? ده كائن يأكل حيوانات فقط لكن ما يأكلش نباتات. فاهمين يا ولاد؟ فلما يقول لك الصقر يتغذى على أوراق النباتات عبارة خطأ. تلاتة هوب هانت بيصطاد. It's a prey to get energy. بيصطاد الفريسة عشان يحصل على الطاقة. طبعا ترو. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد نشوف مع بعض ازاي الصقر بيحصل على الطاقة في البيئة بتاعته. How get energy in their environment? Hop get energy from food. الصقور بتحصل على الطاقة من الطعام. Hop generally eat different type of animal. الصقور عموما بتأكل أنواع مختلفة من الحيوانات. Such as snakes ممكن تأكل تعابين. Mice فيران. Fish أسماك. Birds طيور. Squirrels سنجاب. Rabbits الأرانب. And the other small ground animals بعض الحيوانات الأرضية الصغيرة. يبقى صاحبنا ده اللي هو الهوك بياكل ايه؟ بيتغذى على الأنيمال. Different type of animal عشان كده get energy from different type of animals بيحصل على طاقة من أنواع مختلفة من الحيوانات اللي بيتغذى عليها. Hawk don't eat plant. عرفناها الصقور لا تأكل نباتات. But eat animal who eat plant. يعني هو الصقور مش بتاكل نباتات ولكنها تتغذى على حيوانات تأكل نباتات. So they also أكأنها depend on plant تعتمد على النباتات for energy بس بتعتمد على النباتات بشكل انطير بشكل غير مباشر لأنها تأكل حيوانات هذه الحيوانات تأكل نباتات. كأن الصقور ها بتعتمد على النباتات بشكل غير مباشر في الحصول على الطاقة. نشوف الملاحظة دي مع بعض. There are few predators that can attack hawk. في كائنات مفترسة ممكن تهاجم الصقور بس عددها قليل جدا. Few predators such as eagles or other hawk. يعني ممكن نسر النسور ممكن تهاجم الصقور أو ممكن نس صقر كبير يهاجم صقر أصغر. فاهمين يا ولاد؟ أوكي. What happened when ماذا يحدث عندما the hawk die؟ الله الهوك ده اتغذى قبل كده على كائنات فحصل على طاقة. الطاقة اللي فيه لما يموت هترجع تاني للتربة. يبقى لما الهوك داي وين هوك داي it decomposes بيتحلل and its energy is returned to the soil. يبقى جسمه بيتحلل والطاقة اللي جواه تعود مرة أخرى إلى الطرب. True or false? Hawk eat plant? False. Hawk get their energy. الهوك بيحصل على الطاقة by eating animal only. بيتغذى على نباتات على الحيوانات فقط. طبعا ترو عن طريق أكله للحيوانات فقط. When a hawk die لما الهوك يموت its energy is returned to the soil. الطاقة بتاعته بترجع مرة أخرى إلى التربة. ترو خلاص يا ولاد؟ اوكي اخر صفحه يا محترمين. هو درس قصير مش كتير وحتى الاسئله بتاعته برضه صغيره. بيقول what do you already know about energy flow in ecosystem. انت عارف ايه عن مسار الطاقه في النظام البيئي او الانظمه البيئيه؟ خلي بالك ان الطاقه دي بتنتقل من كائن الى كائن اخر. يعني بيقولك an ecosystem is community. النظام البيئي ده عبارة عن مجتمع that provide بيمد الطعام والمية والمأوى الشلتر to all living organisms.
يعني مثلا البحر ده يعتبر ايكو سيستم، هو اللي بيمد الاسماك بالطعام والمأوى وكل حاجة. اوكي، الديزرت، الغابة، كلها دي ايكو سيستم، هي اللي بتمد الكائنات العايشة فيها بالطعام والمية والمأوى، شيلتر. There are many different ecosystems، في أنواع مختلفة من الأنظمة البيئية on the earth such as ocean، محيط، rainforest، غابة ممطرة، desert، or the tundra، حتى التندر، صحراء التندر اللي بتصل فيها درجة الحرارة 50 درجة تحت الصفر، اللي بيعيش فيها بعض الكائنات زي ثعلب، الثعلب القطب اللي هو الارتيك ارتيك فوكس. كلها دي تعتبر ايه؟ طالما بيئة بتعيش فيها بعض الكائنات تقدر تعيش وتستقر تتفاعل مع المواد الغير حية، يبقى ده يعتبر ايكو سيستم. نشوف مع بعض يا محترمين، what do animal eat؟ يا ترى الحيوانات بتاكل ايه؟ animal eat different type of food، الحيوانات بتاكل انواع مختلفة من الطعام، ممكن تاكل بلانتس زي مثلا الجيراف مثلا، زي مثلا بعض الكائنات. في كائنات بتاكل نباتات فقط، فاهمين يا اولاد؟ في كائنات بتاكل animals زي الاسودة مثلا، فاهمين يا اولاد؟ في كائنات بتاكل الاثنين زي الفينك فوكس، ياكل اي حاجه سواء نباتات او حيوانات. طب الحيوانات دي بتاكل انواع مختلفه من الطعام، في حيوانات تاكل نباتات، حيوانات تاكل انيمال، حيوانات تاكل الاثنين. قلنا النباتات دي زي الزرافه، زي الكاو، زي البافالو، فاهمين؟ كل ده بياكل ايه؟ زي الرابت. اوكي، وفي حيوانات بتاكل الاثنين. المهم سواء الحيوانات بتاكل دي او دي، هي بتاكل ليه؟ تو جيت انرجي، عشان تحصل على طاقة، عشان تقدر تعيش. هنا ضرب امثلة، كاريكل القط البر، فاكرين ايتس القط البر ده مفترس، حجمه صغير شوية بس ممكن يفترس غزالة كبيرة، وممكن يقفز يجي 2 متر فوق، وانيابه حادة جدا. الكاريكل ايتس الرابتس، ياكل ارانب عند مايس. اوكي، الرابت ايتس جراز، الارنب ياكل اعشاب، البيردز ايت وورمز، الطيور ممكن تاكل ديدان. دي امثله على الحاجات اللي بتاكلها بعض الكائنات. ملاحظه عشان اقول لكم خلاص باي باي، there is relationship between sunlight and the energy we get from our food، هناك علاقه بين ضوء الشمس والطاقة اللي بناخدها من الطعام بتاعنا اللي احنا بناكله. ليه؟ because the energy we get from food، الطاقة اللي احنا بناخدها من الطعام comes from the sun، بتيجي اصلا منين؟ من الشمس، فاهمين يا ولاد؟ عشان كده النباتات بتكون بعملية البناء الضوئي، تاخد السنلايت وتحوله الى جلوكوز شجر، واحنا لما ناكل النباتات بناخد الطاقة اللي فيها. خلاص يا ولاد، اخر سؤال اقول لكم باي باي يا محترمين، complete the following sentence using this word، كاريكل القط البري، جراس عشب، بيردز طيور، يلا، ورم الديدان، can be eaten by، ممكن تتاكل عن طريق بيردز، رابت ايتس الرابت، الارنب ممكن ياكل ايه؟ جراس عشب، الماوس كان بيئيته، ممكن الماوس يتاكل عن طريق ايه؟ يتاكل عن طريق الكاريكل. بكده يا اولاد خلصنا لسن 1 في كونسبت 1 2، اتمنى ان انت تكونوا فهمتوا واستفدتوا. اوعى تخاف، اوعى تقلق، ربنا معاك، ركز قوي قوي في مذاكرتك، ما تخافش بس شد حيلك وذاكر اول باول علشان تجيب احلى درجات، فرح بابا وماما بيك ان شاء الله. ربنا معاك، ربنا يوفقك، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.